الأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة في الجمهورية العربية السورية، السادة المقدرون المكرمون، السيدات والسادة الحضور، ملأ الله مساءكم بالخير وأهلا بكم ومرحبا، ونحن نحتفي بجلة من أعلام هذا الوطن. أقسمت بالجبل الحاني على بردى بأنفس نذرت للمكرمات فدا، وروت الأرض كي تبقى معززة، وأرخصت لعلاها المال والولد. أقسمت بالوطن الغالي سنحرسه، نقدس الأرض رواها دم الشهداء لتضحياتهم العظيمة ونبل عطاءاتهم، كي يبقى الوطن شامخا عزيزا سيدا كريما. نقف معا دقيقة قصر. شكرا لكم. فتي تقدير وجائزة، وبالثقافة يرقى من يصون غدا. محمد الأحمد معروف منبته، من بدره في الدجى دوما يرد يدا. وزير الثقافة بناء على أحكام القانون رقم 7 لعام 2018، وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2012، وعلى أحكام القرار الوزاري رقم 715 وتاريخ 3 حزيران 2020، وبعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشريعية رقم 1 لعام 2020 المنعقد بتاريخ 27 من تموز لعام 2020 يقرر ما يلي: المادة الأولى، تمنح جائزة الدولة التقديرية للعام 2020 للسادة في مجال الآداب القاص الدكتور إسكندر لوقا، في مجال الفنون الفنان التشكيلي الدكتور إحسان عنتابي، في مجال الدراسات والنقد والترجمة الناقد الدكتور وهب رومية. يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وزير الثقافة محمد الأحمد. وزير الثقافة في هذا البلد سوريا يتفضل، ونأمل منك أن تبقى لتقديم الجوائز للمقربين. أصدقائي الأعزاء، أيها السيدات والسادة، أحييكم جميعاً أصدق تحية، ويطيب لي ويشرفني أن أكون بينكم في هذا الحفل الثقافي لنحتفل معاً بمنح جوائز الدولة التقديرية للسادة الأكارم الذين استحقوها بفضل ما قدموه لبلدهم وشعبهم من جهد فكري وتميز إبداعي في مجالات المعرفة على اختلافها. أود أن أعرب وقبل كل شيء عن تهنئتي الخالصة للأساتذة الفائزين بحصولهم على جائزة الدولة التقديرية، فهم أهل لها، وعطاؤهم لوطنهم مشهود له، وهو عطاء مميز له مكانته الرفيعة لدى أبناء بلدهم وشعبهم ومن يعملون معهم
ولدى كل من يعرفهم على كافة المستويات. أهنئ أولاً الأستاذ الدكتور إسكندر يوقا المجلي في حقول أدبية عدة، فقد كتب في القصة والرواية والمسرحية والمقالة وفي الدراسات الأدبية والاجتماعية والسياسية، بل واستطاع العثور على وقت للاهتمام بالرسم وفنونه المختلفة. وأهنئ ثانياً الأستاذ الدكتور وهب رومية الذي طالما أمتعنا وأثرى وعينا بدراساته القيمة حول أدبنا العربي القديم، وارتبط اسمه بالفكر التربوي والثقافي والأكاديمي، وأدفى حضوره الإيجابي في هذه المجالات كلها حيوية وتألقا. وأهنئ أخيرا شاعر الألوان المرهفة الأستاذ الدكتور إحسان عتابي الذي طافت لوحاته الجميلة الكثيرة من معارض العالم، وأغنت خبرته الأكاديمية التعليم الفني في سوريا، وتخرج على يديه العديد من فنانين المعاصرين الشباب. السادة الحضور، إن النزعة الإنسانية متأصلة في الفكر والتاريخ والثقافة، ونقول أن الثقافة الإنسانية قد نهلت منذ طفولتها من الثقافة السورية التي ضاقت خيرا على شعوب المعمورة وللإنسان في كل مكان، عابرة الحدود، حدود الدين واللون والعرق والمنطق السياسي. لقد ابتكر السوريون القدماء الأبجدية الأولى والنوطة الموسيقية الأولى في الوقت نفسه الذي كانوا فيه يكتشفون الزراعة ويسخرون قوى الطبيعة ومواردها لخدمة الإنسان. وإن هذا ليحمل معنى عميقا ونبيلا جوهره أن العمل والثقافة متلازمان ولا يمكن إبعاد أحدهما عن الآخر من دون أن تصيب الخسارة الجسيمة إليهما. إن الدولة السورية تحرص على كل ما من شأنه تشجيع الإبداع والمبدعين في كافة فروع الثقافة والعلوم والوفاء دائما لهؤلاء المبدعين تقديرا وتشجيعا وتكريما بأشكال مختلفة، وعلى رأسها جوائز الدولة التقديرية وجوائز الدولة التشجيعية التي سنسعد بتقديمها خلال الفترة القريبة القادمة، انطلاقا من رهان بلدنا وإيمان القيادة السياسية العليا بكون الثقافة قاعدة أساسية للفكر التنويري والتنمية الشاملة التي تعود خيرا ورخاء على الأوطان والشعوب وعلى كل بني البشر قاطبة. إننا ننظر إلى الجائزة التقديرية على أنها جانب مهم من فعاليات وزارة الثقافة التي تعمل على تطوير رؤى أو رؤى واستراتيجيات العمل الثقافي الوطني بشكل يسهم فعليا في النهوض بالإنسان السوري علميا وحرفيا وتأصيل هويته الحضارية بأبعادها الإنسانية وتعزيز مساهمته في تنمية وطنه ومجتمعه. أيها الأخوة، المثقفون الحقيقيون هم خير عون لبلدهم في تخطي الصعاب ومواجهة المحن في الأزمنة الصعبة كزمننا هذا. إن سوريا تصمد وتنتصر بفضل جيشها وقائدها وأبنائها الصامدين المدافعين عنها، وهي تصمد وتنتصر أيضا بفضل ثقافتها العريقة وحضارتها الممتدة في التاريخ، وبفضلكم أنتم أيها الأدباء والباحثون والفنانون المبدعون. أكرر التهنئة باسمي وباسم وزارة الثقافة والحكومة السورية للأساتذة المكرمين من صناع الثقافة لتأكيد رسالتنا الثقافية الإنسانية المنفتحة على العالم، ومن أجل مستقبل أكثر أمناً وسلاماً وإشراقاً وحرصاً على الهوية والقيم الإنسانية النبيلة. واسمحوا لي في النهاية باسمكم جميعاً
أن أتوجه بالشكر للسيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية راعي هذه الجائزة، لأنه رغم الأعباء الكثيرة الملقاة على عاتقه لا يتوقف لحظة عن متابعة الشأن الثقافي والاهتمام بكل تفصيلاته وتقديم الدعم للعاملين فيه. طلب